مرة على ملعب الأهداف ويمسك الكورة. آدم طربة بيجري ومع الكورة وبيرقص ومسك الكورة بقاله فترة، وحمدي بياخد هجمه لسه في أول المباراة، وزياد يحرز هدف خطير. بدال آدم، وآدم بيشوط. يا واد يا آدم يا طربة يا لعيب، بياخد الكورة وبيطلع على طول. بدال آدم اللعيبة بتخبط في كعب رجله، والسيد بياخدها وحمدي بياخدها منه وبيشوط، إنما إبراهيم بيوقف له والسيد بيشوط وعايز يديها لهم وبيشوط إيده رجله كالعادة، ودايما يضيع في الوقت. يا واد يا سيد عيب يا ولد يا واد. وبياخد الكرة وبيجري وهيشوطها تاني وبيجيب جول في نفسه، ما شاء الله عليك. بيجري ويرقص وادم بيتزحلق زحلقة الزحاليق. ركنية 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 امير الياسر، وبيقول لك ركنية ركنية لانه بيشوط بيرو وبتخبط. خبطت في دماغ امير وعملت دروب علوت شويه وطلعت فوق، بس امير بيقول ما حصلش، لكن وقف وحمدي في الوقت المناسب، كانت الفرصه اللي يطلعها. امير هيلعب التماس وهيشوط التماس وبيبص، ده خالد، وخالد بيحط رجله اي كلام، الكوره بتيجي من رجله لرجله، وقلبي لا تحزن وبتلف حوالين نفسها. خالد عايز يعوض، انما سمير بيوقفه وبيديها بعيد، كله بيمسك بايده وبيلعب تاني، بس بيلعب في منطقه صعبه. محمد بيوقفه، انما علي ما يسيبوش، لكن علي اول مره يوقفه. اللي اتأدب وسفاله في ايه كابتن واقف. الله 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 الله، هوب 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 هوب، حرام عليك يا بيرو. دخل دخله جامده، بس هنا خالد بيزق بايده، ولعه الجزمه، وعاوز برضه بيزق هنا برضه بايده على خالد، لان خالد ماسك في حمدي ومش عايز يخليه يعدي، لكن حمدي لعبها، هو سند عليه لحد ما يوصل للكوره لانه مش عارف يوصل لوحده، قال له لازم يا ابني اسند عليك. زاد يقطعها وتطلع بره ويلعب التماس، الكره بتخد دايما الناس اللي قدام، واحمد بيلعب التماس وبيشوط التماس. واحمد لعيب وبيديها الامير وبيشوط، واياد بيدي داره للكوره، بدل ما يشوطها بيدي لها داره. برافو عليك اياد، ما شاء الله الكوره، وعايز يرجع تاني وبيرقص، انما احمد بيكعبله، تطلع ولا مش هتطلع، والكوره لسه في الملعب، وتطلع ولا مش هتطلع، والكوره بتطلع. الكوره طلعت منه علشان زياد هنا مش معتقد انها طلعت، بيحاول يعمل الامكان انه ما يطلعش، ولكن الكوره لسه بتجري بره الخط، بعد الخط كان بيلم خالد ويكمل خالد ويشوط. برافو عليك ابراهيم، هنا دايس على ايد ابراهيم، وابراهيم عايز فاول، بيقول له يا كابتن داس على ايدي، انا ايدي وجعتني، وبيرجع تاني وخالد بيمسكه بايده، ولكن احمد بيطلع على طول خالد، وخالد حاسس ان هو عمل ذنبه، وحمدي بياخد الكوره ولكن غلط غلط. هنا دخل في الوقت المناسب، حط وش رجله في الكوره وبيحرز الهدف الاول، وتصبح النتيجه 1-1. الفريق ده واحد، الفريق ده واحد، وصلاح بيعمل شيء، والكوره بتجري وبتلف، وادم بيجري وراها، بس هوبا هنا كان لسه الكوره مع ادم، انا معرفش مين بقى، مع الكوره عامل شغل جامد، وعمر بيشوط هنا، والكرة مدورة في الملعب النهاردة. بص قدام لعامر، لكن يوسف يطاها، الكرة ملهاش أمان، خبطت في وش حمدي وقلبته في الأرض واتقلب على داره، ورايح يقول له معلش، لو بيلعبوا كرة النش، وطلع يجري، والكرة هناك وكانت هتهجم على الحارس، إنما حمدي لسه نايم وزعلان ووشه وجعه. تحس ان عامر موهوب، ولكن مش رجله بيشوط بيه الكوره، والكوره ما بتجيش في جول. ياسر بيعمل حركه السرعه بتاعته وبوش رجله يشوط، وانما الجول بيصدها بعد ما دخل. اللي بره دول قاعدين منتظرين نتيجه لعبهم، وهنا عامر بيقول له هنا الكوره فاول، قال لك نعيدها البطيئه. ياسر هنا خبط، بيتزحلق، ولكن الزحلقه في مكان صعب، وزياد غلطان ان ما وقعش فوق دماغه، وزياد وقع في الملعب، كان المفروض زياد يقع فوق دماغه عشان يعلمه الادب، ولكن هنا الكوره بتحسب فاول. زياد بينزل على كوره وقال انا رعيت ربنا ورعيت ديني. الفريق ده بيقسم، ولكن الكوره لما بتتقسم بتتقسم. نبيب قال له هلعب، روح اطلع انت قدام. عمر انت فين؟ قال له انا هنا. قال له اطلع قدام، وعطاها لعامر، وكوره طلعت بره، وماجد متعلق. مين معلقك يا ماجد؟ معلش بتفرج على المباراه. وزياد هنا بيحط وش رجله في الكوره وبيحرز الهدف التاني في زاوية قاتلة. زياد بيمسكها وإيده رجل تاني وبيطلع على طول قدام، سيف بيصدها، وعمر بياخد الكرة تاني وبيستغلوا الفرص. قال لك لمسة يد، قال لك جت في إيده، قال لك أيوه جت في إيده، ألعب لمسة يد، والمنطقة هنا صعبة، وعمر بيعتمد على الشوط، الكرة كانت في إيده في الشباك. أنضرب جول إيه؟ قال له جول يا حبيبي. قال له إيه؟ قال له صدها بس دخلت جوه الشبكة. وبيلعب على طول، وياسر طالع، وكورة جوان، والمفروض هنا فاول لأنه هنا عرقله،
عرقله بالركبة وحط رجله، وياسر كان يقع يكسر، ولكنه ياو ما اتكسرش. كورة بإيده ازاي من هناك كده، ودلوقتي ياو لا لعبها وش سؤالها يوسف. مصر على طول شوط تاني، مش لاقي حد قدام. ضربة جزاء، وبيصدها بيبو، قال لك هنا ضربة جزاء لأنه مش ده اللي كان واقف جون، وبيصدها وبتتصد. حرام عليكم يا جدعان. وعمر بينط في الهواء والكوره بتنط اكتر منه، ياسر بيحط دماغه، وعامر هنا بيلم الكوره كويس، انما ياسر بياخدها، وياسر طالع، وايهاب بيحط له في كوره بيطلعها بره. ماجد ايه دخل جوه الملعب يا ماجد، وهنا زياد بيلعب ورفع كوره رفعه جميله، ومش لاقي حد من فريقه، والكوره راحت عند اوبا. برافو برافو عليك يا ياسر.